ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. موضوعنا اليوم هو كلاب الضالة تتجول في الأزقة وفي شوارع مدينة الرحمة وتهدد الساكنة. بغيتوا تفاصيل أكثر؟ أجيو معنا. إحنا في مدينة الرحمة ضربة عز النواصر تنعاني منها كثيرة، وكانت بدأت فيها المجلس السابق الحد من هالظاهرات الكلاب الضالة اللي هي ولات منتشرة. وكما تتعرفوا بأن ديك الطفلة اللي ماتت في مدينة أكادير، وهنا بزاف ديال المعاناة ديال الناس اللي تيعانيو من هاد الكلاب، وهالطابو ما خصناش نبقاو ساكتين عليه، وتنطلبوا من المجلس ديال دار بوعزة اللي هو الاختصاص ديالو، من الاختصاصات ديالو يحارب هالظاهرة ديال الكلاب كما كان المجلس السابق اللي كان بدا فيه وما كملش. وطلبوا من هذا المجلس ان شاء الله ديال دار بوعزة باش يحارب هذه الكلاب الضالة، اللي هي الناس تلقى واحد المعاناة اللي كانوا غادي يمشيو للخدمة، الدراري اللي كانوا غادي يمشيو للمدرسة، والناس اللي تخرج للمارشي. وهذه الظاهرة ما خصناش نسكتوا عليها، لا الناس ولا الجمعويين ولا المجلس، وخاصنا نكثفوا الجهود لمحاربة هذه الكلاب الضالة. بالنسبة لهذه الكلاب الضالة، يعني بالنسبة للمحل ديالو سمعت تنجي مع الصباح وهذا كنلقى يعني حدا بزاف ديال الكلاب، فهمتيني؟ يعني بالنسبة لهذا الشيء يعني خاص ضروري تشوفوا لنا شي حل، فهمتيني؟ الناس المسؤولين والناس اللي مكلفين بهذا الشيء يعني يديروا شي حل، فهمتيني؟ بالنسبة لهذه الكلاب الضالة، حقاش ولاو بزاف. سير يعني كتجي في الصباح وسميتو تلقى هنايا حدا المحل ديالك 4-5 متكي لك حدا المحل، سير ما يمكنش لك غادي فهمتيني، ما يمكنش تفتح محلك. هذا هو المشكل اللي عندنا، وكنطلبوا يعني من المسؤولين ومن الناس يعني اللي مكلفين بهذا الشيء يديروا لنا شي حل، فهمتيني؟ يحيدوا لنا هذه الظاهره ديال الكلاب الضاله. ساكنه الرحمه كتعاني من هذه الكلاب الضاله بزاف. بالنسبه للناس اللي كيخرجوا للخدمه بكري مع ديك 6 ديال الصباح كنلقاو اشكال، والناس عاوتاني اللي كيجيو يصليو والناس اللي غادي لخدمتهم راه كيلقاو اشكال في هذه الكلاب الضاله. فكنتمنوا من المسؤولين واللي مختصين بهذا الشيء انهم يحاربوا هذه الفئه ديال الكلاب الضاله، ويحاولوا يراقبوها، ويحاولوا يبعدوا الخطر على ساكنه مدينه الرحمه، لان مدينه الرحمه ولات في سكن حضاري وبقات بحال القرويه. بالنسبه خاص الانسان وعبيداته انه في المكان الحضاري، خاصه نبعدوا هذا الخطر على ساكنه مدينه الرحمه. هذا الموضوع دارني في قلبي بزاف، حيت انا بصيفتي عندي دراجه ناريه كنبغي نخرج مع 5 الصباح 6 الصباح كيتبعوني 5 الكلاب 10 الكلاب، حيت انهم كيتسبوا لي ديما في حوادث السير اللي بالخصوص كتولي خطيره في بعض الاحيان. كنبغيو نطالبوا من المسؤولين باش يديروا شي حل ويحدوا من هذه الظاهره اللي ولات منتشره بشكل كثير.